أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي اعتراض وتدمير ما مجموعه 6 مسيرات حوثية مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران باتجاه خميس مشيط. وأشار المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية التي تستهدف المدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة تمثل جرائم حرب، مؤكدا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين. يذكر هنا أن عدد الطائرات المسيرة المفخخة التي أعلن التحالف عن اعتراضها وصل إلى 537 طائرة، فيما بلغ عدد الصواريخ التي اعترضتها الدفاعات الجوية السعودية 350 صاروخا باليستيا. وعلى وقع استمرار الهجمات الحوثية التي تستهدف المدنيين، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مجددا أن العقوبات مستمرة على قادة الميليشيات بسبب سلوكها العدائي بما في ذلك الهجمات المستمرة ضد السعودية. هذا وأوضح أن بلاده ستواصل ممارسة الضغوط على الميليشيات مع العمل في الوقت نفسه من أجل التوصل لحل في اليمن عبر تحقيق وقف دائم وشامل لإطلاق النار وتسوية سياسية. يذكر أن واشنطن كانت قد فرضت الثلاثاء الماضي عقوبات على قياديين حوثيين 2 لدورهما في استهداف المدنيين ودول الجوار والملاحة البحرية.